السلام عليكم ورحمة الله. معكم هاني إسماعيل، مهندس تخطيط ومتابعة، مؤسس ومدير موقع وشركة بلانينج إنجينيرينج. مهنة التخطيط والمتابعة بالنسبة لي مش مجرد مهنة، دي هواية في المقام الأول، علشان كده أنا بحب أبدع فيها على قد ما أقدر. طوال 15 سنة من حياتي المهنية كمهندس تنفيذ لمدة سنتين، وبعد كده مهندس مكتب فني لمدة سنتين، واخيرا مهندس تخطيط ومتابعه لمده 11 سنه متواصله، اتعلمت حاجات كتير، خصوصا ان معظم المشاريع اللي اشتغلت فيها كانت كبيره ومعقده. بالاضافه للخبره العمليه، انا اهتميت كمان بالخبره الاكاديميه، ودرست بي ام بي واخدت الشهاده سنه 2010. كمان حصلت على الماجستير في اداره المشروعات الانشائيه والبنيه التحتيه من جامعه ليفربول ببريطانيا. علشان تبقى مهندس تخطيط ومتابعة ناجح، لازم تكون عارف انت عاوز ايه، وعلشان تعرف انت عاوز ايه لازم تكون مهندس تخطيط ناجح. حلوة دي. طيب فكر فيها معايا، مهندس التخطيط الناجح هو اللي يعرف متطلبات النجاح، بس للأسف مش كل مهندس تخطيط ناجح عنده وقت او مهارة في التدريس. طيب ايه الحل لو انت عايز تتعلم التخطيط وفعلا تبقى مهندس تخطيط ناجح؟ الحل ان احنا في موقع بلانينج انجينير عملنا نظام تعليم جديد اسمه كروس بريد، او خليط بين الاونلاين والاوفلاين. كلنا عارفين ان في نوعين من التعلم، التعلم عن بعد وهو ده الاونلاين، وده ممكن يكون سيلف ستادي بمعنى ان انت بتشوف فيديوهات مسجله، او بيكون بث مباشر. طيب النوع الثاني من التعليم اللي هو فيس تو فيس او الاوفلاين، و خلينا نتكلم عن مميزات وعيوب كل نوع. التعلم عن بعد بيخليك تقدر تدرس في مكانك، بيوفر وقتك، كمان لو كورس مسجل تقدر تشوف الدرس اكتر من مرة، بس مشكلته انك لازم تكون سيلف موتيفيتد، يعني عندك الحماس والرغبة الداخلية في التعلم، وإلا ممكن تمل وما تكملش الكورس. كمان لو في نقطة مش واضحة بالنسبة ليك، ممكن تاخد شوية وقت ما بين ما تسأل وما بين المحاضر يرد على سؤالك، وده ممكن يخليك تقطع تواصل او تسلسل الدروس. طيب بالنسبه للتعلم اوفلاين او التعلم وجها لوجه، ده ايه مميزاته؟ ده بيدي لك حافز كويس جدا انك تتعلم، المحاضر بيقدر يجاوب على اسئلتك فورا، وبالتالي بتتابع الشرح التسلسل، ولكن بيطلب منك الحضور الى مكان محدد في وقت محدد. كمان بعد انتهاء الكورس لو نسيت حاجه في الدروس ممكن ما تعرفش توصل لها. طيب احنا دلوقتي شفنا مميزات وعيوب كل نوع من انواع التعلم. طب ايه هو النظام اللي احنا عملناه في موقع بلانينج انجينير؟ ده بيبقى ببساطه كورس اوفلاين وجها لوجه مكثف مع كورس اونلاين. ازاي؟ في الكورس الاوفلاين هنناقش رؤوس المواضيع ونشرح الفكره العامه للكورس ونطبق بعض الامثله، علشان لما تيجي تدرس الكورس المسجل اللي هو هيبقى اونلاين تبقى عرفت تقريبا من 50 الى 70% من المحتوى، فتقدر تتابع بسهوله وتطبق على جميع الدروس بنفسك. طيب الكورس الاوفلاين ده بيكون كورس مكثف، يعني لمده يومين او ثلاثه على حسب الكورس. وببساطه كده احنا هنبسط لك الكورس اونلاين ونساعدك في تكوين الحافز المطلوب للتعلم، علشان لما تدرس الكورس الاونلاين تحس فعلا ان الموضوع سهل وبسيط. ولما ضغطنا الكورس الاوفلاين في مده قليله اصبح انت مش محتاج انك انت تغيب من شغلك كتير او تضيع وقت كبير في الذهاب والاياب من والى مقر الكورس. طيب ايه بقى ايه مميزات الكورس؟ اول حاجه ان لغه التدريس في الكورس الاوفلاين على حسب المجموعه، وهيتم الاعلان عنها مع الكورس، ممكن تبقى عربي ممكن تبقى انجليزي. هيتم تحضير الماده العلميه بصوره منظمه وطباعتها وتسليمها ليك في بدايه الكورس، لتكون مرجع ليك فيما بعد. جميع الكورسات تحتوي على دراسة حالة أو كيس ستادي. إحنا ما عندناش شرح نظري، إحنا بنطبق تطبيق عملي وبنعلمك إزاي تستفيد من الكورس ده في حياتك العملية، وإزاي فعلاً تنفذ المشروع بتاعك بالخطوات اللي إحنا شرحناها في الكورس. جميع الفيديوهات المسجلة للكورس الأونلاين تحتوي على ترجمة باللغة العربية والإنجليزية،
فحاجز اللغة مش مشكلة، لو لغة الكورس المسجل انجلش فهتلاقي ترجمة عربي، ولو لغة الكورس المسجل عربي فهتلاقي ترجمة انجلش. الحاجة المهمة كمان ان جميع الكورسات بتشتمل على منتدى الدعم الفني للإجابة على أسئلتك، وده بيكون أثناء وبعد الانتهاء من الكورس. يعني احنا عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي الأوفلاين دي بنكون فيها فيس تو فيس مع بعض، بنناقش الكورس، دروس الكورس، ايه الحاجات الصعبة اللي ممكن تقابلك وانت بتدرس الكورس ده، وبنعرفك ازاي تدرس الكورس الاونلاين في مدة اقل من زملائك اللي اخذوا الكورس الاونلاين بس. بعد كده بنديلك اكسس او بنديلك سماحية ان انت تشوف الكورس اونلاين على الموقع بتاعنا، ولما تدخل عليه في الحالة دي هيبقى انت عندك فكرة مسبقة عن محتويات الكورس، وبالتالي تكون اسهل ليك عملية الدراسة. طيب انت لو قابلك اي مشكلة وانت بتدرس الاونلاين كورس، احنا عاملين منتدى مخصوص ان احنا نستقبل جميع اسئلتك ونجاوب لك عليها فورا في منتدى الدعم الفني. كمان الفيديوهات المسجلة دي ملهاش تايم ليميتيشنز، بمعنى ان انت مش هتيجي في وقت محدد تيجي تخش على الكورس هيقولك لا خلاص انت ما عندكش اكسس على الكورس اونلاين، ده مفتوح لك في اي وقت. طيب ايه هي القيود على الكورس ده؟ طبعا اول حاجة مكان وموعد الكورس، لازم حضرتك تبقى متواجد في المكان والموعد. تاني حاجة ان الكورس هيبقى مكثف، عشان كده هتحتاج انك تغيب من الشغل بتاعك يوم او اتنين. احنا درسنا كويس قوي المواعيد اللي ممكن نعمل فيها الكورس ده، ولقينا ان افضل المواعيد لو هو 3 ايام هيبقى يوم الجمعة من 2 ظهرا الى 6 مساء، والسبت والاحد من 10 صباحا الى 5 مساء. ولو هو كورس يومين بس فهيبقى الجمعة من 2 الى 6 مساء، والسبت من 10 صباحا الى 5 مساء. فلو انت بتشتغل يوم السبت هتاخد يوم او يومين اجازة، ولو ما بتشتغلش يوم السبت ممكن ما تاخدش ولا يوم اجازة وتقدر تحضر معانا الكورس، او تاخد يوم واحد بس لو انت هتاخد الكورس اللي هو فيه 3 ايام. طيب ازاي تعرف ايه الكورسات بتاعتنا اللي جاية وامتى موعدها وتواريخها؟ حتى وقت تسجيل الفيديو ده احنا عندنا 3 كورسات قابلين للزيادة. كورس مبتدئ في مجال التخطيط، وده هيكون باستخدام البريمافيرا، وده هيبقى اوفلاين يومين جمعة وسبت، واونلاين 35 ساعة. طيب كورس الاحتراف في مجال التخطيط والمتابعة باستخدام البريمافيرا وكمان الاكسل ماكروز وكتير تيبس اند تريكس، ده بيبقى اوفلاين 3 ايام واونلاين 80 ساعة. كمان عندنا كورس ثالث اللي هو المطالبات بتاع تمديد الوقت وتحليل التأخيرات، ده بيكون اوفلاين يومين وبيكون اونلاين 36 ساعة. عدد الساعات الاونلاين تشمل الفيديوهات المسجلة وعدد الساعات المطلوبة منك لإتمام المهام والاساينمنتس الموجودة بالكورس. لو انت فعلا محتاج تطور من نفسك شوف الرابط الموجود اسفل هذا الفيديو علشان تعرف احنا امتى عندنا كورسات وامتى تقدر تجوين اور نيكست وركشوب. شكرا لكم واتمنى اشوفكم في الكورس القادم.